عنهم كمان اعياد وحاجات لسه عايشه معانا لغايه النهارده، منهم شم النسيم باكلاته بحاجاته كلها اللي موروثه عن الفراعنه. نبتدي نعرف كده اهم الحاجات اللي خدناها فعلا من الفراعنه، وفي حاجات حضرتك قلت لي ان احنا ورثناها بالغلط او بالخطا، فتقول لنا عليها في البدايه. يعني هي الفكره كلها ان احنا طبعا ورثنا كتير زي ما حضرتك قلت بالظبط، يعني احنا ورثنا في كل حاجه، يعني مصر ورثت العالم كله، مصر ورثت حاجات احنا بنعملها في حياتنا اليوميه احنا مش عارفين، ورثت العالم كله في كل المجالات، في الفلك، في الطب، في العماره. يعني في الطب عندي برديت ايبرس مثلا بتتكلم عن الطب، في حاجات في اللي توصل اليها المصريين النهارده العلم الحديث بيتوصلها حديثا موجوده في البرديات. في الفلك مصري القديم وصل لحاجات كبيره قوي في الفلك، في العمارة أول بناء حجري في العالم. عشان كده احنا يمكن كل يوم حد في صباح الخير يعني مثبتين فقرة نحاول نتعرف عن المصري أو المصري القديم عموما آثاره ممتدة لغاية النهاردة. النهاردة نتكلم بقى على الأعياد، حتى في اللغة. يعني المرة اللي فاتت لما استضفتوني كنت اتكلمت عن اللغة، فحتى اللغة المصرية القديمة أثرت في اللغة العربية، أثرت في اللغات الأوروبية، أثرت في كل لغات العالم بصورة أو بأخرى، يعني على حسب البعد الجغرافي وعلى حسب القرب، يعني كان التأثير أكبر. طيب خلينا حضرتك بقى النهاردة نتكلم على عيد شم النسيم تحديدا، ارتباطاته إيه؟ هل هي ارتباطات فلكية، ارتباطات بمجرد الطقوس؟ ليه أصلا كان في عيد شم النسيم؟ عايزين نعرف أكتر عن العيد. هو الحقيقة دعاء اللي حصل إن المصري القديم لما احتفل بعيد شم النسيم اتنقلت لنا منه حاجات كتير قوي، ده أحد برضه الموروثات بتاعت العيد. فيعني مثلا نجد إن المصري القديم كان عنده العيد ده، كان عنده عيد الربيع وكان بيحتفل بيه، وكان بيعمل فيه طقوس قريبة جدا من طقوسنا، يعني نفس نوعية الأكل. يعني يكفي إنه كان بياكل مثلا سمك في العيد ده، سمك مملح، كان بياكل البصل أساسا بنجده في هيرودوت بيتكلمني عن البصل، بيتكلمني عن كتير قوي من المأكولات اللي احنا بنأكلها في العيد ده كانت بتتاكل في الوقت ده في العيد. ايضا الاحتفال بالعيد. طب ايه الحاجات اللي كانت مثلا المفروض ان هي بتتعمل ايام الفراعنه وحاليا احنا مش بنعملها؟ يعني حضرتك بتقول المأكولات تقريبا هي واحده. يعني مثلا احنا ما بنعملش الطقوس الدينيه اللي كانت تواكب العيد، يعني ما عادش خلاص العقيده اتغيرت، فما عادش بنعمل الطقوس القديمه او الحاجات الفرعونيه اللي كانت بتتعمل. والحقيقه يمكن ده سبب الاسباب اللي خلت ان مثلا يعني كتير قوي مثلا نجد ان في ناس كتير قوي لحد النهارده بتتبنى الاعياد المصريه القديمه، وفي راي بيبقى مناقض. طب استاذ رامي، اشمعنى السمك؟ اشمعنى السمك والسمك المملح في العيد ده؟ يعني احنا ورثناها اوكي، بس هم نفسهم كانوا اشمعنى عيد شم النسيم دايما يكون ملانه وحمص؟ يعني اعتقد يعني ان كان كل ما يرتبط بالنيل وبالزراعه فالنيل طبعا السمك، لكن طبعا السمك كان له وضع خاص ايضا في العقيده المصريه وله قصه مع اوزير، يعني اوزيريس وكده. لكن بصفه عامه كانت لكل عيد طقوسه، فكانت احد الطقوس في الاعياد دي ان هذه النوعيات من الطعام كانت بتتاكل. بس عايز اقول ان في كتير قوي من الاشياء اللي احنا بنعرفها عن العيد ما هياش حقيقيه. يعني مثلا قصه عروس النيل، قصه عروس النيل دي ما هياش حقيقيه. بس عروس النيل ده مش في شم النسيم ده، بس كانت ليها ارتباط بالحصاد وبالفيضان وبالربيع، فبرضه كان اللي هي في البنت اللي بتترمي في النيل والحاجات دي يعني دوكيومنت. يعني عايز اقول ان في حاجات كتير قوي فيها مش مؤكده علميا، وخصوصا ان الحضاره المصريه ما عرفتش مثلا التضحيه بالبشريه من بدايه التاريخ لنهايه يعني التاريخ. يعني الصوره اللي نقلتها لنا الافلام دي مش صحيحه. الحقيقه دي مش صحيحه، واذا كان في حد مره واحده يعني حصلت حاله فرديه ان حد في التاريخ يتكلم عن ده مثلا زي الحكم مثلا او المقريز يعني استشهد بيها، لكن كل الاثريين وكل او معظم المؤرخين رفضوا الفكره دي تماما. كل عندي هيرودوت، عندي بلوتارخ، عندي كله قبل كده ديودور الصقلي، ما فيش حد اتكلم على ان في مسرح ضحت بتضحيات بشريه. على الاقل يعني الفتره التاريخيه. طب انا عايز ارجع لشم النسيم مره ثانيه وطقوسه. هل طقوس عامه الشعب كانت مثلا بتبقى زي طقوس الملوك، ولا كان بيبقى لهم طقوس مختلفه؟ لا مثلاً. كان بيبقى لهم طقوس مختلفه، لان طبعا الملك له وضع معين. حتى انا عندي في المناظر ما ينفعش امثل الملك في اي وضع له. يعني الملك هياكل لحمه والناس هتاكل سمك، الملك هياكل ايه برضه؟ لا ده طبعا في جزء مشترك اكيد، لكن اللي انا عايز اقوله ان ليس كل ما يطبق على الشعب كان يطبق على الملك. الملك له وضع خاص، الملك في وضع اقرب ما يكون الى الاله، فلازم له وضع معين ما ينفعش
يعمل زي الشعب الا فتره معينه، مثلا فتره اخناتون لقينا ان الشعب الملك ابتدى يتقرب الى الشعب، بدا يعمل الحاجات اللي بيعملها الشعب. بين الاول مره في التاريخ الاقي اخناتون مثلا بيلعب مع ولاده، بي 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 بيهتم بمراته، التماثيل المتقاربه في الحجم، حاجات كده يعني. دي حصلت، دي استثناء، لان الاستثناء ده كان سببه الاختلاف برضو العقيده والعقيده الاتونيه. هي اغلب اعياد المصريين القدماء كانت مرتبطه بالدين والالهه والملوك، ولا ما كانش بالضروره؟ لا، هو في اعياد كتيره قوي يعني، في وكتير قوي زي ما حضرتك قلت يا مستر سمير، هو فعلا كتير منها قوي مرتبط بالالهه، وده من واقع العقيده. يعني مثلا المصري قسم السنه وفقا للتقسيم اللي عندنا النهارده. يعني المصري كان عنده 365 زي ما انا عندي النهارده، كان عنده 12 شهر كبير وشهر صغير بنسموه النسي او المسيء. هذا الشهر كان من 5 ايام، لكن الشهور عباره عن عدد الشهور كان 12 الكبار، وال 12 شهر دول كل شهر فيهم 30 يوم، وال 30 يوم دول مقسمين الى 3 اسابيع، كل اسبوع عباره عن 10 ايام. يعني كل اسبوع عباره عن 10 ايام؟ الاسبوع كان 10 ايام، مش كان اسبوع زي عندنا، كان عندهم 10 ايام، وكان عندهم 3 فصول مش 4. يعني كان عنده ما يمكن يطلق عليه يعني في المقابل يعني صيف وشتاء وحصاد او وفيضان. لكن ما كان عنده 3 سيزون، كان عنده 3 فصول للسنه. ما كانش عنده 4، انا عندي 4، هو كان عنده 3، كان عنده 1 من 4، انا عندي 4 1 من 3. يعني 4 فصول الواحد من 3 اشهر، لا هو العكس، عنده 3 فصول 1 من 4 شهور بالظبط كده، وعنده الاسبوع 10 ايام، ما عندوش الاسبوع. وبالتالي 3 في 12 يديني 360، حليفه اليوم الخامس يديني 365 يوم بتوع السنه. كان عنده اعياد كتيره قوي، والاعياد دي اتقسمت على حسب الشهور. يعني كان عنده برضه ال 12 شهر الكبير دول، على فكره هي نفس الشهور القبطيه اللي موجوده لحد النهارده في الكنيسه. في اعياد كتير اعتقد وقعت منا، يعني شم النسيم كمل معانا لغايه النهارده. ايه اهم الاعياد اللي ما كملتش بقى؟ اقول لحضرتك يعني مثلا عندي في شهر التوت مثلا كان عنده مثلا لو خدنا واحد توت ده بدايه الشهر، دايما بدايه كل شهر في معظم الحالات هو عيد بدايه الشهر، لكن برضه كان له مناسبه يعني، يعني دايما اول يوم في كل شهر ده يعتبر عيد؟ عاده. وطقوسه بتكون ايه بقى؟ انا عايز اقول لحضرتك اللي عارفه دعاء الاعياد كتير قوي يعني. كان عند المصري القديم لو تبصي مثلا 365 يوم مثلا 200 يوم اعياد مثلا، تبصي الكالندرز، تبصي الكالندرز اللي هي التقويم بتاع مثلا كومومبو، التقويم بتاع الكارنك، ما بقي من التقاويم المصريه القديمه، الاقي ان كميه الاعياد غير عاديه. يعني مثلا اليوم الاول عيد، اليوم الثاني يعني مثلا ما فيش، الثالث عيد، الرابع عيد، الخامس عيد، السادس استثناء، السابع عيد، الثامن عيد، كتير قوي الاعياد. اتفضلي. يعني كل بدايه عيد نفس الطقوس بتاعه العيد بتاعه الشهر اللي فات والشهر اللي جاي، ولا كل اذا تكرر العيد طقوسه متكرره؟ اذا تكرر العيد طقوسه تتكرر، لكن هو ممكن يتكرر السنه اللي بعدها، وممكن يتكرر نفس العيد مرتين. طب العيد الاول كل شهر ده المفروض ان طقوسه بتكون على حسب برضو انهي شهر، لان كل شهر عايز اقول ان الحاجات كانت رمزيه جدا، كان كل حاجه ليها معنى. يعني مثلا لو بصينا لشهر تحوت ده، شهر توت ده بيرتبط بتحوت حتى. يعني اسماء الشهور القبطيه كلها مشتقه من المصري القديم. اللي عايز يرجع بقى للتفصيل الدقيق ده يرجع للدكتور عبد الحليم نور الدين مثلا. دكتور عبد الحليم كتب في كتابه تفاصيل الحاجات دي كلها، لان هو اساسا يعني هو علامه طبعا في طبعا حضرتك عارفينه طبعا. يعني طيب نار على العالم. لو اتكلمت عن بقيه الاعياد اللي ما كملتش زي ما قلت لحضرتك، غير الاعياد اللي هي اليوميه بتاعت اول الشهر والى اخره، في اعياد ثانيه زي شم النسيم مرتبطه بموسم معين، بطقس ديني معين ما كملش، وايه كانت اشهر الاعياد؟ يعني مثلا عندي مثلا كان في مثلا عيد الابط مثلا، عيد الابط كان يحتفل فيه بزواج ايزيس واوزوريس مثلا، ده كان عيد من الاعياد. كان عندي مثلا عيد لميلاد اتون، عاده كان بيبقى 3 توت او 21 يوليو، ما يقابل 21 يوليو النهارده. ده مثلا كان عيد ميلاد اتون اللي هو قرص الشمس اتون، والعقيده الاخناتونيه او الاتونيه اللي هي اخناتون 1370 قبل الميلاد تقريبا، كانت مبنيه على هذا الاله الواحد اخناتون. وطبعا كان لعب دور في التوحيد والقس او الموحد يعني نعتبره. مثلا في اعياد متخصصه خاصه بملكه معينه في وقت معين، يعني مثلا 27 يوليو ما يقابل 9 توت، لان زي ما بقول لحضرتك الشهور القبطيه هي الشهور المصريه القديمه. حتى اللغه القبطيه يمكن امبارح كلكم سمعتوا اللغه القبطيه، ايه اللغه القبطيه دي؟ هي اللغه المصريه القديمه. قديمه بالظبط. هي الهيروغليفي هو القبطي بس في مرحله متاخره. هي قبطي تعني مصري او بالظبط يعني حته قب جت ايجيبت، وفي طبعا تفسير حتك بتاح برضه يعني. طب حضرتك في ثاني اعياد ايه غير الاعياد اللي مرتبطه باعياد الملوك؟ اعياد ميلاد الملوك انا لو مثلا خدنا مثلا عندي مثلا 17 توت او 4 اغسطس في عيد للمنتقلين، عيد للموتى، الاحتفال بغروب الشمس. عقيده الغروب كان ليها يعني الشروق والغروب لها دور كبير جدا في الحضاره المصريه. الغروب يعني الموت، فالغروب يعمل المقابر فين؟ يعملها في الغرب، عشان الغروب الشمس بتغرب بتموت.
لكن البيوت بيني فين في الشرق. الشرق. فالبيوت 23 فبراير مفيش اشوف لحضرتك يعني عايز تعرف عيد ميلادك اقول لك بالظبط كان طمن يعني يعني طبعا الحاجات دي تقريبيه لان في حاجات بما ان عندهم 200 يوم في السنه اعياد اكيد ممكن نخبط في عيد او حاجه جنرال يعني حضرتك 23 كام فبراير 23 ممكن نعمل برنامج على الموضوع ده لا تحت امرك حضرتك بالمره اشوف فبراير كله معاك فبراير لا هو 21 و26 هو من الاستثناء يعني كفايه عليهم عيد ميلادي لا يعني ده بالظبط يعني لكن مثلا لو قلنا مثلا كان في عيد عن للإله نوت، الإله نوت هي إلهة السماء وطبعا نوت ارتبطت أكتر بال 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 يمكن بالليل أكتر وبنلاقي فيها في جسدها مثلا نجوم الليل وكتير قوي يعني في اعتقاد كمان أيضا إن نوت وخصوصا كلمة نيت اللي معناها أيضا في المصري القديم معناها نايت ان كانت اصل نايت يعني نيت جاب منها نايت ونط في الايطالي ونط في الالماني ونط في الايطالي بالظبط عن طريق تاثير اليوناني واللاتين والحقيقه الموضوع ده يمكن هو الموضوع اللي انا بفكر اكمل فيه الدكتوراه مع دكتور ممكن يكون برضو موضوع جاي معانا في صباح الخير استاذ رامي مينا بشكرك على وجودك معانا تحت امرك شكرا يا فندم ونصبح